في رحلة تتجسد فيها روعة التراث العمراني الذي يتناغم مع العصور القديمة والحاضرة ويحكي قصة الثقافة والتاريخ والهوية الفريدة. سجل التراث العمراني في المملكة قفزات نوعية خلال 4 أعوام مضت ليعكس الاهتمام الكبير بالتراث العمراني من خلال الحفاظ على القطع ذات القيمة العمرانية والتاريخية، إضافة إلى كل ما شيده الإنسان من مدن وقرى وأحياء ومبان. 3774 موقعا تراثيا اعتمدته هيئة التراث في نهاية العام المنصرم، وتم رصده بالسجل الوطني للتراث العمراني بعد أن كان لا يتجاوز 399 موقعا في عام 2019. 50,000 أصل تراث عمراني في المملكة مرشحة للتسجيل من قبل هيئة التراث بحلول 2025 اكتسبت أهميتها من بعديها التاريخي والثقافي، كما يوفر تسجيلها في قوائم التراث حمايتها وتعاهدها بالرعاية لتكون بذلك من الشواهد العمرانية للأجيال القادمة. أفسحت مستهدفات رؤية 2030 مساحة واسعة للمقومات الهائلة التي تتمتع بها مختلف المناطق بمواقع تراثية وآثار تاريخية، دعما للتوجهات الثقافية الواعدة التي تعكس الهوية الوطنية للمملكة. ولكون المملكة مصدرا ثريا للتراث العمراني، حرصت على تعزيز حماية إدارة الابتكار لمكونات التراث الثقافي وصون التراث الإنساني من آفة الإهمال والاندثار، ساعية لرعاية الأصول التي تمثل عناصر جوهرية شكلت ذاكرة وتاريخ العمارة والعمران السعودي في فترات زمنية مضت. الآن عواجل تأتي تبعا على شاشة الإخبارية، حيث أعلنت وزارة الطاقة عن اكتمال طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين يورو 5 في أسواق المملكة، ليحل محل وقودي الديزل والبنزين اللذين كان في الأسواق. وبينت الوزارة أن الوقودين الجديدين هما كسابقيهما مناسبان لجميع وسائل النقل، وأن التغيير يستهدف توفير وقود عالي الكفاءة وقليل الانبعاثات يسهم في الحفاظ على البيئة والوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060 من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون. كما بينت الوزارة أن المنتجين الجديدين يتوافقان مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء وبرنامج كفاءة الطاقة بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. وعودة إلى ملفنا الرابع، وكنا نتحدث عن التراث العمراني وهو عنصر مهم في التعبير عن هوية وثقافة أي بلد. ينضم إلينا أستاذ الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور طلال رادين. مساء الخير دكتور طلال، وأهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية دكتور طلال، يعني التراث تسجل 3747 موقعا في سجل التراث العمراني في عام 2023، كيف تعلق كبداية؟ حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شكرا على الإضافة. حياك الله. أنا بالنسبة لي هذا يعتبر إنجاز مهم جدا، تسجل هذا العدد الكبير من المواقع المسجلة يؤكد ويؤكد لنا على التزام الدولة والجهات المعنية للحفاظ على التراث العمراني والتاريخي للمملكة. هذا الشيء الحقيقة يثلج الصدر ويعزز التوجه في هذا الاتجاه، لأنه حيكون له أثار إيجابية كثيرة خلال الحفاظ على الهوية والتاريخ وتعزيز الوعي بيننا كمواطنين وزوار. طب دكتور، يعني 13 منطقة في المملكة هي بالتأكيد رحلة تسجيل مواقع التراث العمراني، كيف ربما ستعزز مختلف عوامل الجذب التاريخي والجغرافي والتراثي لدينا؟ عوامل الجذب اللي احنا نحتاجها اولا واخرا حتى ان احنا نعزز هذا التسجيل والتوثيق لهذا التراث تعتمد على عدة عوامل الحقيقة.
أول شيء لابد من السعي والعمل الجاد على المحافظة على هذه المواقع التاريخية من خلال صيانتها ورعايتها والحفاظ على يعني مظهرها الأصلي. هذه يعني النقطة دي مهمة في عكس التراث والثقافة اللي بتعبر عن الأثر للمنطقة. نعم. أيضا من عوامل الترويج والتسويق لهذه الأماكن للسياح نحتاج تطوير البنية التحتية، صحيح، وسائل نقل، أمور يعني من هذا الشكل تعيد تمثل جوانب جذب لهذا التسجيل وهذا وصلت الموضوع. وصلت دكتور. كان معنا أستاذ الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور طلال رادين. شكرا جزيلا دكتور طلال على هذا التوضيح وعلى هذا التوضيح.